ولما حد حاول يوقع موقع البنتاجون في امريكا عمل ايه؟ بيبعت روبوت بتبينج السيرفر لحد ما يقع. فدي مش حاجه يعني جديده في عالم الاي تي. فاحنا عملنا ايه؟ خدنا قرار النهارده بان احنا نقفل موقع الامتحان خارج جمهوريه مصر العربيه، يقتصر على مصر بس، وحتى داخل مصر نخليه يقتصر على الشرائح والبتاعه الطلبه اللي في اولى ثانوي واللي في الواي فاي في المدارس، وما يبقاش مفتوح لعداهم عشان ما حدش يزاحمهم عليه. فده اول درس كويس. وسعنا القدره الاستيعابيه بتاعه السيرفر 10 او 15 ضعف عشان تتحمل اي دخول اي عدد. وده هدف التجربه. احنا بالنسبه لنا دي تجربه ناجحه جدا، وفي نفس الوقت ده الكلام ده من 9 صباحا. بعد كده على ما اكتشفنا هذا العدد من الناس، ما ابتدت تراقبه بيحصل ايه، ازاي الناس بتقول مش عارفه اخش وعلى السيستم في 4.7 مليون. انا في ناس دخلوا معايا في بدايه الحلقه سياده الوزير لحد الساعه 8:30 مش عارفين يدخلوا. اتفتح بقى بعد ما قفلنا الاختراق من بره وجوه، وبعد ما زودنا القدره الاستيعابيه بتاعه السيرفر، اتفتح بعد 8 ودخل عليه حوالي 40-50 ألف من ولادنا اللي كانوا لسه بيحاولوا. ودول سبناهم يمتحنوا لحد ما وقت الامتحان يخلص. بس انا عاوز اقول لحضرتك اتفضل، ان الامتحان ده انت ممكن تؤديه ورقيا او الكترونيا، او تاخد المساله وتتعرف عليها وتحلها، ده معمول لخدمه الطالب. كويس. فكره الدخول الكترونيا احنا بنعملها في الامتحان ده بالتحديد لضبط النظام الالكتروني والتاكد من ان كل عنصر فيه شغال، بما في ذلك الوصول الى الامتحان وتصحيحه الالكتروني، لسه هنجربه برضه. فاحنا متفقين على كده. الغريب ان مش كل الناس فاهمه الموضوع صح، وبالتالي اول ما بتعرفش تخش عليه بتهيألها ان حياه وموت وابن. لا ده عياط يعني، اولياء امور بيتكلموني وطلبه عياط عياط. ما انا بشرح لحضرتك اهو. لو احنا سامعين بعض احنا بنعيط ليه بقى؟ لما احنا قلنا يا ابني ده تجربه. انا ما بيتحسبش ده.